نختم من مراكش التي أسدل بها الستار مساء أمس بمسرح دار الثقافة على فعالية الدورة الأولى للمهرجان الغيواني الذي نظمته مجموعة ألوان. حفل والاختتام تميز بتكريم الفنان حسن مفتاح. روبورتاج لسعيد بن عائشة وعبد الصادق الرصيلي. تميز حفل الاختتام بتكريم المحتفى به خلال هذه الدورة. الفنان حسن مفتاح الذي تألق مع عدد من المجموعة الغنائية كفرقة المشهب ومجموعة جيل جلالة. تعبر عن الاستمرارية، عن التماسك، عن الود لكي يجمع ما بين الفنانين، وأتمنى لهذه المبادرة النجاح في المستقبل، وأتمنى أن تكبر وأن يصير مهرجانا كبيرا في مدينة مراكش. المهرجان الغيواني في دورته الأولى نظمته مجموعة ألوان التي تأسست عام 73 900 ألف تحت اسم مشاعل وامتد على مدى 3 أيام. تشكرنا خاصة الجمهور اللي ساند الوالد ديالي، هو معروف خاصة في مجموعة جي جلالة مش حال هذا، واللي هو عازف كبير. وتضمن برنامج هذه التظاهرة الفنية لقاء شعريا وقراءات زجلية، بالإضافة إلى أمسية موسيقية أحيتها عدد من الفرق الغيوانية المشاركة في المهرجان.